بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة المتابعين لهذه الفقرات المتعلقة بتعلم اللغة الفرنسية من خلال كتاب يليغ اي كومبخوندر. طبعا كنا قد وصلنا في آخر فقرة إلى هذه الصفحات كما نلاحظ. طبعا كنا قد انتهينا مع بداية هذه الفقرة. غوني فا على مير، غوني أبيت dans un village, un petit village tout près de la mer. C'est le verbe habiter. إذا نتكلم عن فعل ساكنة. ومن كلمة لابيتا ساكن. غوني أبيت dans un village. إذا غوني يسكن في قرية. Un petit village tout près de la mer. إذا نتكلم عن قرية صغيرة. تو بخي دو لا ميغ، قريبة جدا من البحر. لو ديمونش الأحد، لكن هنا طبعا المقصود بها في يوم الأحد. لو ديمونش إيل فا على بلاج، إذا هو يذهب إلى الشاطئ. أفيك سون بيغ، أفيك سون بيغ. روغاردو ليماج دو لا باج 32. إذن فلننظر الصفحة رقم 32. On a déjà vu la page numéro 32. Voilà. C'est la page 32. Ce que nous cherchons, c'est l'image de la page 32. الذي نبحث عنه هي صورة الصفحة رقم 32. Regardons l'image de la page 32. C'est la plage. Bien sûr, c'est une image qui représente une plage. إذا نتكلم عن صورة تمثل شاطئا. C'est la plage. إنه الشاطئ. طبعا نتكلم هنا على la plage كلمة مؤنثة. L'eau n'est pas très chaude. L'eau n'est pas très chaude. إذا رأينا هذه العبارة فيما سبق. الماء ليس بحار جدا. الماء ليس بحار جدا. المقصود بأن الدخول إلى مياه الشاطئ أنها دافئة كما قلنا فيما سبق. تياد، نتكلم عن لو تياد، ماء دافئ. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a René est dans l'eau. Voilà, René est entré dans l'eau. René est dans l'eau. C'est-à-dire que René va dans l'eau. Et donc René tabaan dahaba ila wasat al-ma. René est dans l'eau. René huwa fi al-ma. René est dans l'eau. Il a du courage. Il a du courage. Et donc شنو عنده هو؟ طبعا عندنا هنا اسم، ما عندناش لو بارتيسيباسي مثلا ديال الفعل، باش نقولوا بان هاد ا اللي هو ديال افواغ نقولوا عليه بانه اوكسيليير. علاش؟ لان ما عندناش لو بارتيسيباسي اللي غيجي من بعد منه. عندنا اسم دي كوراج، كما نقول من الشجاعه. اذا هو شنو عنده؟ اذا غيفيد لينا الملكيه انا. ال ا دي كوراج، اذا هو يملك او هو عنده من الشجاعه. ما دام أن غوني أنه دخل إلى الماء، ما دام هو استطاع يدخل الماء، إذا هو عنده من الشجاعة، إذا هو شجاع. ممكن نقول إلي كوراجو، إذا هو شجاع. غوني إي دون لو، إل أ دي كوراج، إذا هو عنده من الشجاعة. إل ناج، هنا إيسي لو فيرب ناجي، أون لو فيرب ناجي. ومن كلمة ناجواغ، نتكلم عن عضو مثلا من السمكة تستعمله للسباحة. إذا نتكلم عن ناجواغ، أو نتكلم عن أداة بصفة عامة أنها تساعد في السباحة. إل ناج، إذا هو يسبح. إذا عندنا فعل ناجي، فعل سباحة. إل ناج كوم أن بوتي بواسون، هو يسبح مثل
سمكة صغيرة، ولكن هنا شنو عندنا؟ كأننا نقول سمك صغير، عندنا كلمة بواسون كلمة مذكرة، لأن مسبوقة بأن ما مسبوقاش بأون. رون إي دون لو، إل أ دي كوراج، إل ناج كوم أن بوتي بواسون. أبخيك سكونا؟ هنا voici de méchants nuages gris. Regardons le ciel. Regardons dans le ciel. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on observe? Bien sûr, nous observons des nuages gris. Et donc, maintenant, nous l'ahid, sahabat ramadia. Nous l'ahid wujouda, sahabat ramadia. Cela veut dire quoi? Et donc, هذا يعني ماذا؟ مادام ان هناك سحابات رماديه، اذا هذا ماذا يعني؟ كيل فا بلوفوار، هذا يعني بان ستمطر، المقصود بان الجو سيمطر. اذا ماذا قيل عن هنا؟ فواسي دو ميشون نياج غري، اذا ها هي سحابات شريره كما نقول، شريره رماديه. اذا ها هي سحابات رماديه شريره. نقول عن شخص بأنه ميشون يعني أنه شرير أو أنه سيء. إذا المقصود هنا بأن هذه السحابات مادام أنها رمادية، إذا أنها تحمل أمطارا غني، وكل الناس طبعا المصطفين هنا سيكرهون نزول المطر، كما لو أنها ستفسد عليهم متعتهم في الشاطئ. لذلك قيل هنا فواسي دو ميشون ياشيري، voici de méchants nuages gris. Ha, y a sahabat ramadia shirira. L'orage va venir. Ida l'asifa seta'ti. Taba le verbe venir ou ata. Venir, yani ja'a ou ata. Ou le clash gnana seta'ti. Taba le verbe ali kama dakarna. Tenstamno qbel le fi'l ahyanan. نستعمل لو فيرب الي قبل من الفعل تماما كما تنستعملو افوار قبل من الفعل، تماما كما نستعمل لو فيرب افوار او اتر قبل فعل اخر لنفيد زمانا مركبا، مثلا بحال لو باسي كومبوزي. بحال هنا غوني اغوجي، اذا استعملنا هنا لو فيرب غوجير، درنا قبل منه أفواغ. أفواغ طبعا تنعرف بأن الصرف ديالو في البخيزو، مثلا نقول جي تيا إل أ غوني أ، طبعا نضع بعده غوجي، لو بارتيسيباسي الخاص بفعل غوجيغ هو غوجي، تبقى تردد على طول الصرف. نقول جي غوجي، أنا احمررت، تيا غوجي، أنت احمررت، إل أ غوجي هو احمر، أو غوني أغوجي غوني أنه أحمر. نو زافون غوجي، فو زافي غوجي، إلزون غوجي، إلزون غوجي، إلزون غوجي، يعني هم إحمروا، يعني أنهم هم أصبحوا بلون أحمر. ممكن نتكلم عن نباتات أنها أحمرت، ممكن نتكلم عن أشخاص أن وجوههم أصبحت حمراء بسبب الخجل مثلا، أو بسبب مرض ما إلى غير ذلك. على كل حال انهم اخذوا هذا اللون. اذا كما تلاحظوا باننا استعملنا افواغ قبل من الفعل، احيانا نستعمل لو فيرب الي قبل من الفعل، ولكن الفعل ما تنعملوش هنا لو بارتيسيباسي بحال اللي عندنا هنا، تنخليو الفعل الانفينيتيف. شنو تيفيد لينا في هذه الحاله؟ تيفيد لينا بان هذا الفعل غيحصل قريبا. مثلا ناخذ هاد لو فيرب غوجير، غنستعملو هنا لو فيرب الي بدل افواغ. شنو غنقول هنا؟ غوني فا اش غنقول هنا؟ غوجي. هادي غوجي تنستعملوها من بعد افواغ، من بعد اتر مثلا، لكن مع الي غنخليو الفعل كله غوجيغ، سنقول غوجيغ، غوني فا غوجيغ. شنو غيولي المعنى؟ غيولي المعنى بان غوني غادي الصباح احمر، غوني غيولي احمر، يعني انه غيتغير اللون ديالو.
قريبا، هذا هو المقصود من تنستعمل هنا لو فيرب الي قبل من فعل اخر، والفعل الاخر تنخليه الانفينيتيف، تنخليه في الاصل ديالو ما تنصرفوش. هو اللي عندنا هنا لوغاج فا فينيغ، اذا خلينا لو فيرب فينيغ في الاصل ديالو وعملنا قبل منه لو فيرب الي. طبعا الي كما تنعرفوا في البريزو نقول جو في، جو في انا اذهب، تو فا انت تذهب، il va il va هو يذهب، بحال هذا اللي عندنا هنا. ولكن هنا ما عندناش نقول مثلا غوني va à l'école ou bien la dame va au marché، السيدة تذهب الى السوق، السيدة تذهب الى السوق. هنا طبعا allez غيفيد معنى اخر ديال الذهاب، ولكن ملي تستعملو قبل فعل اخر هنا تفيد لنا بان هذا الفعل الاخر قريب الحصول، غيحصل غيحصل قريبا. اذا لوغاج فافينيغ المقصود به هنا بان العاصفة ستأتي قريبا. il faut repartir، طبعا هنا عندنا لو فيرب فالوار، فالوار يعني توجب، il faut المقصود به يتوجب. وغالبا هاد لو فيرب فالوار غالبا تتستعمل مع هاد il، تتستعمل بهاد الصيغة اللي عندنا هنا. نقول مثلا il faut que j'aille، il faut que j'aille يجب أن أذهب، تتبقى هاد إلفو، هاد إل علم تتعود، هذا ستان برونو أن بيرسونيل، هذا ماشي برونو بيرسونيل، ما عندوش علاقة بشخص، مثلا بحال عندنا هنا، إل تتعود على غوني، ولكن هاد إل لا تعود على شخص، هي تتقال هكذا، إلفو، يتوجب، شكون اللي يتوجب؟ تقال هكذا، إلفو، يتوجب، روباغتيغ، يتوجب الذهاب. إذن نحن الآن نتواجد بالشاطئ، ظهرت سحابة رمادية، إذن هذا يعني بأن العاصفة ستأتي، إذن علينا أن نذهب قبل أن تحاصرنا العاصفة في الشاطئ. إذن il faut repartir، il faut repartir، il faut repartir. ثم René sort de l'eau، René sort de l'eau. Puisqu'il faut repartir, bien sûr René va sortir de l'eau. René va sortir. Va sortir. Et dans René, ça y est, rouge. Dans ce terme, sortir, tu as dit que tu as dit René sort. Fait sortir, tu as dit que tu as dit que tu as sortir. Tu as dit que le verbe aller. Fait dit va. René va sortir maintenant. Et dans René, ça y est, rouge. إذن غوني سور دو لو، إذن هنا عندنا غوني يخرج من الماء، طبعا عندنا هنا لو فيغ سوغتيغ، غوني سور دو لو، إذن غوني يخرج من الماء، إلي كونتون، إذن هو فرح، طبعا عندنا هنا كونتون سي تان أدجيكتيف، إذن نتكلم عن وصف، إلي كونتون، إذن هو فرح، برافو غوني، برافو غوني، كما نقول تشجيع يا غوني. Tu as nagé comme un grand. Tu as nagé comme un grand. Anta sabahta. Tu as nagé. Adna le verbe nager. Masbouq b'avoir. Tu as nagé. Anta sabahta. Hna adna il nage. Hna adna nagé. Fal présent. Matan sabqouch b'avoir. Titsarraf fi'l bouhdo. Ou taban madame anna fi'l titsarraf bouhdo fal présent. غيتحمل غادي يتحمل هذوك لي تيرمينيزون بوحدو. اذا نقول جو ناج، تي ناج، طبعا نضيف اس، إل ناج، طبعا نضيف او كما عندنا هنا، نو ناجون، نو ناجون، نحن نسبح، طبعا نضيف او ان اس، فو ناجي، انتم تسبحون، طبعا نضيف او زد، إل ناج، إل ناج، هنا تتغير ايضا. سنضيف أ إن تي، سنضيف أ إن تي. إذا طبعا هذا لو بريزون، ملي تنصرفوا الفعل بهذا الشكل، المقصود بأنه تيحصل الآن، بحال هنا إل ناج، المقصود بأنه هو يسبح الآن، في هذه اللحظة اللي تنتكلموا فيها، إل ناج. أما هنا، كما تنشوفوا تنستعملوا لو بارتيسيباسي ديال الفعل، تنوضعوا قبل منه أفواغ مثلا، في حالات أخرى ممكن نضع اتر بحال اللي عندنا هنا، ولكن هنا عندنا جا قبل الوصف، بعد مرات اتر
تيجي قبل فعل آخر بحال اللي عندنا هنا مع أفواغ. إذا أفواغ تنوضعو قبل فعل آخر وتنصرفو أفواغ. أما ناجي تتبقى نفسها، نقول جي ناجي أنا سبحت، كما تنشوفو بأن المعنى تتغير ملي تنوضعو هاد الصيغة. المعنى هنا تتغير طبعا ملي تنوضعو هاد الصيغة، تيولي المعنى بأنني قمت بالفعل في الماضي. جي ناجي أنا سبحت، ماشي تنسبح الآن. تي ناجي اللي عندنا هنا، أنت سبحت، يعني أن الفعل تم. إل أناجي هو سبح، إل أناجي إلى ناجي إذن هو سبح، إلى ناجي هي سبحت، نوزافو ناجي نحن سبحنا، فوزافي ناجي أنتم سبحتم، إلزو ناجي إذن هم سبحوا. إذن هاد ناجي تبقى تتردد على طول الصرف، اللي تتغير هو هاد أفواغ. وطبعا فيما تنبغو نصرفو شي فعل في الباسي كومبوزي، طبعا ملي تنصرفو مع أفواغ تبقى يتعود نفس الفعل، وبالتالي تنكونو حافظين هاد أفواغ. مثلا في البخيزو بحال اللي عندنا هنا، ثم نضيف له لو بارتيسيباسي ديالو اللي تبقى يتردد، ثم نضيف له لو بارتيسيباسي الخاص به اللي تبقى يتردد على طول الصرف لكي يفيد لنا الماضي. برافو غوني، تشجيع يا غوني. تي ناجي كوم ان غون، انت سبحت في الماضي. كوم ان غون مثل الكبير، مثل كبيرين، مثل كبير يعني انت سبحتي بحال شي واحد كبير. المقصود بها انت تسبح مثل الكبار، انت تسبح بحال الناس الكبار، ولكن هنا تقال بهذا المعنى، أنت سبحت مثل كبير، مثل رجل كبير مثلا. إذا نعيد، غوني فا ألا مير، غوني أبيت دون زان فيلاج، أن بتي فيلاج، تو بخي دو لا مير، لو ديمونش، إل فا ألا بلاج أفيك سون بيغ، روغاردون ليماج دو لا باج 32، سي لا بلاج، لو ني با تخي شود، غوني إي دون لو. René est dans l'eau. Il a du courage. Il a du courage. Il nage comme un petit poisson. Il nage comme un petit poisson. Voici de méchants nuages gris. L'orage va venir. L'orage va venir. Il faut repartir. René sort de l'eau. René sort de l'eau. Il est content. Bravo René. Tu as nagé comme un grand. Tu maintenant. Jeu de lecture silencieuse, mimer les actions et imiter le cri. Mimer, représenter des faits par des gestes, sans parole. Tout met-il par harakat, bidoul kalam. Maksoud bia aydan, imiter, annaka tuqallid. Imiter, yani qallada. Idan mimer, yani annaka tatmettil par harakat, chez anma, tatqallid. Idan. ميمي لي زاكسيون، إذا هنا أنك ستقلد الأفعال، إيميتي لو كري، ثم تقلد الأصوات. مثلا لو بوتي آن غري غالوب سور لا روت، لو بوتي آن غري غالوب سور لا روت، غالوب سور لا روت. إذا طبعا ممكن أنك تقلد حمار رمادي يجري، طبعا نتكلم هنا على الفيرب غالوبي سور لا روت، على الطريق. لو بوتي ان غري غالوب سور لا روت. دوزيامو لا فاش نوار فا بواغ دو لو، اذا نتكلم على البقرة السوداء، البقرة السوداء فا بواغ، ذهبت لتشرب، ذهبت لتشرب دو لو من الماء. اذا البقرة السوداء ذهبت لشرب الماء. تقلد هاد البقرة السوداء التي ذهبت تشرب الماء. لو شوفال أمال على بات إل بوات، لو شوفال أمال على بات إل بوات. طبعا عندنا هنا لو فيرب بواتي، لو شوفال أمال على بات. طبعا كلمة لابات كما رأينا فيما سبق تتعني رجل الحيوان. إذا لو شوفال أمال على بات، إذن الحصان عنده سوء على بات في الرجل.
المقصود بأن رجلاه تؤلمه. ما دامت أن رجلاه تؤلمه إل بوات. طبعا لو فيغ بواتي، لو فيغ بواتي المقصود به مارشي اون انكلينو لو كور دان كوتي بلوس كو دو لوتر، بلوس كو دو لوتر، يعني انك تمشي اون انكلينو لو كور، يعني متمايلا بالجسم دان كوتي بلوس كو دو لوتر، الى جهة اكثر من الاخرى، انك تتبقى تميل بالجسم ديالك لواحد الجهة اكثر من الاخرى. المقصود به انك تعرج. هاد الحيوان اللي غيكون عنده الام في القدم ديالو سيعرج، سيذهب وهو يعرج. اذا هنا مطلوب طبعا ان تفعل مثل هاد الحصان. كاتريامون اون فراب ميرو كور ا لا بورت، اون فراب ميرو كور ا لا بورت. اذا اون فراب اننا نضرب، اون لو فير فرابي عندنا فعل ضربه. اذا عندما نضرب لنحدث صوتا، اذا ميغو كور ا لا بورت. في هذه الحاله المطلوب من كلب ميغو انه يجري الى الباب. شخص ما يقوم بالضرب ليعطي صوتا كما نقول صوت الانطلاق ميغو كور ا لا بورت، والشخص الاخر طبعا سيجري الى الباب، سيجري الى الباب مثل ميغو. جو دي كولور لعبة الالوان. مونتر لا بال روج، مونتر لا بال روج. روغاردو سي تخوا بال، اون اون بال بلو اون بال جون اي اون بال روج. الوغ لا سو كي دوموندي سي دو مونتري لا بال روج، سو كي دوموندي سي سي دو تخوفي لا بال روج. اذا المطلوب هنا ان تجد الكرة الحمراء من بين هاد الكرات الثلاث. alors voilà c'est la balle rouge. اذا هذه هي الكره الحمراء. اذا montre la balle rouge، اظهر الكره الحمراء. on a le verbe montrer. اذا le verbe montrer conjugué à l'impératif. اذا فعل montrer انه مصرف في الامر. اذا نقول montre اظهر بين، montre la balle rouge. فوالا سي لا بال روج. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.